مين الأهم من مين؟ أنا المشهد اللي قدامي والله ما أقدر أصدقه، ولا أقدر أصدق إن هناك من يحب الكيان الكبير نادي الزمالك فعلا يقبل بما يحدث على الساحة كده. إن إحنا عمالين نكبر في الرفايع على حساب الأهداف والغايات، وعمالين ندافع عن الخطأ عشان نبرر، يعني وكأن الغاية تبرر الوسيلة. وفي الآخر هي في الآخر يعني مسألة ثقافة اتزرعت ولا يمكن علاجها إلا بمواقف جادة، لأن مصلحة اللحظة لا يمكن تكون أهم من مصلحة يعني النادي الأهلي. أما تشوف اللي بيحصل عندك وتشوف اللي بيحصل قدامك تحس إن لازم الناس تفهم هو ليه الكيان ده ماشي. سيبك بقى من المظلومية والكلام اللي بنبرر بيه أوضاع، لأن المظلومية مش في كل اتجاه، يعني بعدين في الآخر يقول لك أصل الأهلي مش محبوب من حد، وفي الآخر يقول لك كل الناس بتتحيز له، يعني منتهى التناقض الناس عايشة. خلينا نشوف محتوى الحلقة، لأن الحلقة دي بجد فيها أحداث خطيرة جداً.